انا راح اسالك مستقبل. السلام عليكم. بس اذا عرفت اعدادي الصور ولا اعدادي الحلقه. ما اقول لك من اعدادي انا، هنا انا متظاهر، لا تقول لي اعداديه هاي. بس احنا لا اسمح لي. اي طلبه انا ايش الصور شلع. احنا طلاب، احنا لا طالعين على خدمات، لا طالعين على مي، لا طالعين على كهرباء، احنا طالعين رايدين وطن، بس وطن رايدين، لان ذولا راحوا الشهداء، راحوا كلهم راحوا لاجل هذا الوطن، احنا رايدين وطن، وطن ما عندنا، وطننا مبيوق للاحزاب وغيره وغيره، احنا وطن ما عندنا، احنا محروق دمنا وكلهم واقفين هنا بس رايدين وطن، لان وطن احنا ما عندنا، وطن احنا ما عندنا خدمات، خدمات صار سنين نداعي بها خدمات، ما عندنا خدمات، لا كهرباء لا مي، عمي عالم كتلات جوع، عالم ما عندنا بيوت، ما عندنا بيوت، احنا رايدين وطن، وطن ما عندنا، كل هاي واقفه رايده بس وطن، رايده امان، لا رده كهرباء، لا رده خدمات، لا رده تعيين، شعبنا كله كتلات جوع، رايدين وطن، وطن ما عندنا، احنا وطن ما عندنا، احنا عراقيين، نريد وطن، نريد حقونا. ما علينا، المي يطلع مو عراق وما عنده غيره، المي يطلع مو عراق وما عنده غيره، المي يدافع عن عرضه وعن وطنه هذا ما عنده غيره، بعد ما طلع شنو ما يخافون ينفصلون، لو كلهم طلعوا هذا ما عندهم غيره، كلهم عندهم غيره، بس اللي هناك قاتلين ما عندهم غيره والله، لو عندهم غيره كل اول واحد هنا يوقف، مو خايف. شباب منه بعد؟ اما احنا بس اريد اسالك حبيبي، انت شاب انت بيا مرحله؟ مرحله الرابع. اعداديه؟ ايه اعداديه، اعداديه شو اسمه حلب. زين احنا كان نشوف الصور خرجوا هاي اليوم الثالث ايه تظاهرات كلها يعني عليها سمات الشبابيه ايه كلها شباب ومن حقه، يعني احنا مستوانا يعني احنا بس خلنا نحكي، احنا طالعين هنا طلب حقوقنا، فرجانا نريد المظاهرين يرجعوا لمكانهم، رجاء اخوي المظاهر اريد ارجع لمكانه، ارجع مظاهر ارجع لمكانك، يلا بس اوقف خلنا نحكي، يلا موشي، يلا على السريع، اوقف اسمح لي اريد اتعرف على حضرتك. انت عيني انا اسمع عبد الاله، انت مسؤول عن انا مو باي. انا يا شباب بعد خليهم العاد يعبرون عن رايهم، مالك حق انا مو مالي حق يعبرون عن رايي، اوكي عبر عن رايي، بس مو واقف هاي في المظاهره جاي هنا، مو مظاهره نفس التظاهره هي حبيبي، نفس التظاهره بس انت واقف هنا، اخذت عدد نص العدد من المظاهره، يا رب رخصتك اتصال حيدر، لا حبيبي ليس غلط حيدر، مو رخصتك، اسمح لي خلي يعبر، احنا كطلبه، احنا كطلبه صف رابع، صف رابع، بس اوقف بس اوقف بعدين وراها رخصتك شوي، انا طالع المظاهره، احنا كطلبة صف الرابع اعدادي مدرسة حلب الصويرة محافظة الصويرة، احنا كطلبة زين صف رابع انا امامي اثنين متخرجين، ها واحد تربية اسلامية، ها واحد هندسة زين، وما تعيين ماكو، يعني احنا طلاب نكمل من الابتدائية ندرس 12 سنة احنا غير ندرس، غير نريد تعيين، نريد بلد نقعد بيه زين مثل ايران مثل تركيا، وليش هاي كلها؟ يعني احنا نكمل نبيع كلينس ونبيع بطالة مي، من حقنا احنا نريد نتعين زين، وبناء احنا نريد غير. بس اخذ الولد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اليوم طالع والله طالع على مود الخدمات، خدمات ماكو، حكومه ماكو، فاسده، شلع قلع، عادل عبد المهدي وصلنا كلام، والله احنا والله رواتب، والله احنا ما ميت على 175، رايدين وطن، ما يصير هيك شيء، قشمروا علينا منا، يودونا منا ويجيبونا منا ويقشمرونا كم حكايه، كاب خدمات ماكو، شوارع تبليط ماكو، يعني ماكو، انا ما ادري شائك ما اول شيء المظاهرات سلميه تضامنيه ويا الشهداء اللي راحوا، ثاني شيء احنا ما ميتين على 175,000، ما اعرف هسه قاموا يسوي لنا تبليط، وهذه زين قبل وين كنت لعت؟ وين كنت؟ اولا التضامنات بس الطلاب، ترى هاي العالم شوف انا صور ولد الولايه واقفين هيك على صبعه، اول شيء الاعداديات مال الصويره كلها، انا طالب من اعداديه الصويره، اعداديه حلب، اعداديه ميزان الحكمه، خمس اعداديات بالصويره كلها التمت، ما يصير. اشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اؤيد كلام اخوي حيدر، انه بدايه يعني حيدر عادل عبد المهدي كرئيس وزراء يعني خارج السيطره من نيده، فاذا هو مو قد المسؤوليه خلي يستقيل، واحنا العراقيين كلهم حددوا ثلاث مطالب. رايكم نعم كطلبه انتم
قرار التربية بمنع التظاهر السلمي للطلبة. ايه هذا اقول لك شنو، اقول لك شنو، قمع الحرية. ايه قمع هو هذا من انطاية رئيس الوزراء. رئيس الوزراء لما ما قدر انكتله شهداب 21 ما قدر، ما طلع سوى تصريح الا بعد مناشدات، وهي طلع حكاله كلمتين مثل البعبع. فهنا من طلعنا احنا تظاهرات قال حتى يخاف، لان الدوله اذا طلابها ما يدامون تسقط، فهو يخاف على حكومته فيقول لا طلعوا تظاهرات. فهذا يعني يخاف نفسه. احنا مستمرين، وحتى لو ندخل اجباريا للمدرسه ما حداهم، اقول الاستاذ ما حداهم الا يكملون لبسات التحرير، واحنا كنا وياهم لبسات التحرير. ان شاء الله ان شاء الله. بعد منهم